بطبيعة الحال الزميل الأستاذ الماروري كنا كنتمناو أنه يبسط الدفوع الشكلية أو في إطار تعقيب على الدفوع الشكلية يعني يعقب على ما جاء على لسان السيد الوكيل العام وعلى الدفاع ديالنا كاملين الزملاء والزميلات اللي دخلوا في النقاط المتعلقة بقرينة البراءة، إجراءات ديال التفتيش، حالة التلبس واللي تعطات فيها اجتهادات قضائية وقرائن وحجج على سلامة كل الإجراءات، لأن هي اللي غادي تثبت الأفعال اللي منسوبة للسي توفيق بوعجرين. كنا كنتمناو يكون نقاش قانوني، فإذا به ولا نقاش سياسي. طرح الأستاذ الماروري قضية المقاطعة ديال شي مقاطعة كاينة في المجتمع، أنا شخصيا ما عنديش غبار بها، كتعلق بهذا الشيء ديال سيدي علي وسونترال، وطرح قضية ديال البومبا ليسونس ديال إفريقيا. ما حنا ما عندنا لا بومبا ديال إفريقيا وما عندنا لا سيدي علي ولا سونترال، هادو منتوجات كاينه في الوطن الناس كلها كتعمعها. طلبنا منه ودخلنا ونبهنا المحكمه على انه الزميل كيطرح اشياء لا علاقه لها بالملف ولا علاقه لها بالقضيه. ونفس الشيء بالنسبه للاستاذ نقيب زيان لما طرح القضيه ديال عفاف برناني والحكم اللي صدر في حقها. هذاك حكم صدر على محكمه ديال القطب الجنحي عين السبع، هو مازال باقي فيه التعقيب من طرف محكمه السيناف، باقي ماشي حكم حاز قوه قضيبي، وما عنده علاقه بهذه القضيه هذه، ما عنده علاقه على الاطلاق. اللي بان مره اخرى على انه الدفاع ديال بوعجرين ماشي كله، البعض منه يسيء اليه، يسيء الى قرينه البراءه، يسيء الى العمل القضائي. يعني مع كامل الاسف يعني وحنا في الجلسه 24 او 25 وباقي ما دخلناش الموضوع، وهذه استراتيجيه وتكتيك كيستعملوها على اساس انهم يتهربوا من مناقشه الموضوع، لانه بطبيعه الحال هذا صحفي مدير جريده كما كيقولوا، مشهور ماشي مشهور هما اللي تيقولوا هذا الكلام، انا ما تنقولوش، ولكن الراي العام يعني باغي يوصل لحقيقه الامور، وهما تيحاولوا ما امكن باش يمطوا باش من، ولكن انا متيقن على ان المحكمه بالحنكه ديالها وبالصبر ديالها، وكذلك حنا في اطار يعني الدفاع عن الحقوق والمصالح ديال اللي ما نوبت عنهم، والتنسيق اللي تم بين هيئه دفاع المطالبات بالحق المدني وكل واحد دخل من زاويه معينه، اننا غنوصلوا الحقيقه القضائيه وغادي نقولوها للراي العام من خلال الحكم اللي غيصدر في هذه القضيه، ان كان حكما بالبراءه او حكما بالادانه. هو فيه وركوب سياسي مما لا شك فيه، ولكن احنا لمجلس القضاء حرمته، الامور السياسيه يجب ان تناقش في المجتمع مع المجالات ديالها من هيئات سياسيه او نقابيه او جمعويه، ولكن اقحام القضيه بحال هكا وتهجم على اشخاص مسؤولين سياسيين او اقتصاديين فاعلين في هذه البلاد، انا اعتقد من باب يعني المزايدات ومن باب اشير الى السيد وزير عبد اخنوش، انا شخصيا لا تربط بها اي علاقه، ولكن كنعرفوا عضو في الحكومه، ولكن دخلنا في حينه ما يمكنش الزميل وينتمي الى هيئه تدبر الشان الوطني ويتهجم على مسؤولين في الحكومه وعلى فاعلين اقتصاديين. حسب المعلومات ديالي هو ينتمي الى الحزب ديال العداله والتهجم، ما عنده حتى علاقه بما، ولكن المحكمه تدخلت واوقفته، لانه هذا دور المحكمه وهي مشكوره على ذلك، رجعت الامور الى نصابها. اللي غير تنبغيو ناكدوا من خلالكم، من خلال هذه القناه المحترمه اللي وكبت هذه المحاكمه منذ البدايه وكتاخذ الاراء يعني مختلفه وهذا معهود فيها، على انه ما زال دفاع السيد بوعشرين اللي هو كان مدير جريده الاخبار ولا زال بطبيعه الحال، هذا كتعرفوا بانه الان واخا كاين المحاكمه لازال مستمر في المهام ديالو كصحفي، يعني ما بدليل وكان كيتحاكم على المهنه ديالو او بالمناسبه ممارسته لمهنه الصحافه او المواقف اللي كان يعبر عليها بالافتتاحيه ديالو، ما غيكونش مستمر في اصدار الجريده ولا صدر شي قرار قضائي او اداري بذلك حسب ما كينص عليه قانون الصحافه. الان تيبان انهم تيبغيو يهربوا المحاكمه، تيبغيو انه مع كامل الاسف ما كيخصنيش نقول هذه الكلمه، ولكن غنضطر تمهيع الامور. اشنو دخل واحد الحركيه في المجتمع لقلب هذا ان كانت صحيحه بعدا؟ كانت صحيحه ولا حنا لاحظنا لا الزميل المحترم كان كيشرب من القنينه سيدي علي ولا المتهم كذلك،
كنا كنشربوا سيدي عليه في القاعه، معنا حتى واحد ما مقاطعه. هو اللي قال الاستاذ الماروري انا ما، ولكن اقحام شخصيات سياسيه بحال اللي عمل هو او عمل اسحاق شاريه في حق مسؤولين سياسيين سواء في الاتحاد او في الاحزاب الاخرى في الاسره والمعاصره، هذا ما عنده حتى علاقه بالملف. يعني دوك الناس ما عندهم علاقه بهذا الملف، قحموا اخنوش وقحموا الاستاذ دريس الشقر وقحموا الياس العماري، وهذه الشخصيات بثلاثه هي شخصيات عامه ما عندها علاقه بهذا الملف، ما عندها علاقه بوجرين، ما عندها علاقه بالضحايا، ما عندها علاقه بالدفاع، عنده اللي عنده معاهم شي نزاع في شي بلاصه يمشي لديك البلاصه.